كمان جولتنا من قلب السعودية من القصيم، راح ياخذنا عليها هاوي الطبخ والبر حمد الجبرين الملقب بدهران، وهو من الأشخاص اللي من كتر ما حب القصيم وأهله صار أحد مقيمين فيها. حمد راح يعرفنا على عادات أهل القصيم الرمضانية وعلى مزارع الخضرة الجميلة، أسواق الشعبية، المتاحف التاريخية، وأكيد الأطباق التقليدية. خلينا نشوف نروح معاه برحلة ونكمل احنا التاو على رواق. منطقة القصيم، تخيل أنك ساكن وعايش في هالمنطقة وبين أهل المنطقة. أنا واحد منهم، أنا ماني من القصيم لكن حبيت الديرة وحبيت أهلها. أباخذكم في جولة سريعة لا تختزلها هالدقائق المعدودة. لو بغيت خضار أو ورقيات تقدر تروح سوق الخضرة، بس في خيار ثاني غريب، خلو أوريكم. بسم الله. طبعا المزارع بالقصيم كثيرة جدا، نحمد الله ونشكره، والمزرعة هذه تحتوي على ورقيات، بيوت محمية، خضار، 80% تقريبا صحي. على العموم انه الناس لما يجون مسافرين حقين الرياض حقين الشمال دائما يحرصون على انهم ياخذون اغراضهم من نفس المزرعة. من النادر جدا انك تجلس على مائدة الافطار في رمضان في منطقة القصيم وتكون كل الاطباق من نفس البيت. العادة يجيك طبق طبقين ثلاثة من الجيران، وانت تودي للجيران ايضا. العادة هذه قديمة ولم تندثر الى وقتنا الراهن، وان شاء الله ما تندثر. قربوا قربوا هنا، قرب. احنا اليوم في مكان جميل مرة مرة مرة، متحف العقيلات. وشو متحف العقيلات؟ المتحف هذا متحف بشري، يمكن يعتبر المتحف الوحيد اللي يتكلم عن الشخصيات، أكثر من 3500 شخصية. وصلنا هنا إلى سوق المسوكف الشعبي. السوق هذا قديم جدا جدا جدا. السوق قديم والله، من زمان، قبل يمكن 50 سنة كان فيه هنا سوق مسوكف قديم، هدوه وهدق على بنوه يعني نفس السوق القديم. احنا عادة خصوصا لما تكون أجواء كويسة نطلع نفطر بالبر، أو حتى نتسحر مثل اليوم، سحور وكبس برية. حتى لما كانت أجواء كويسة يتعشى باستراحة، أهم شيء نطبخ نطبخ وانت صح. كم عدد حبات الرمل هنا؟ ملايين. التقرير هذا يمكن ما يمثل حبة واحدة من حبات الرمل هذه في حق منطقة القصيم.